هيت الحل. هذا هو الحل. زوابع رعدية في كافة المناطق الجهوية. بالهواء تكسرت بابا مش أنا. لقد سفكت في عرقنا دماء. شو نصلح؟ هاي هلا بنانا هاك. شو نصلح هذا؟ يلا نخليك واحدة. سير. والله هاي صلحت. سل علمان يا مدام. سل علمان ها. سل علمان ها. بابا ما تخافش من ألمانيا ها. سل علمان يا مدام بطاطا. تبكي. أو صلحتها ها. سارة. سارة ما كسرتيش. صلحتها. انت مش صلحتها؟ وانت مش عملت هيك في عندي عملت انا كل شيء من جامد غادي في انت كسرتها. لا هات لهنا عنا السلع المان يا مدام وعنا مطر على كذا سبحان الله واحد يضمت مطر كذا هو الخبز بابا يا عادة الفيلم أكشن بعد هالرسماء قلت نشرب لمن الشرايا بتاعها هكا ونعرض نحلوها تقريبا من شهر واحد وكل وتحمينا من الأمطار وسلع ألمانيا ما دام فما نعوضوها سلع ألمان هاي فورمة متعلقة تقريبا كذا واحد وكل نقولوا لها سمحنا لباس عليك كذا واحد وكل نضبطوها مع بعضها نشوفوها مليح هكا كذا جنب الطريقة فما نعاودوا لها شوف لك يزيد نضموا لها جوا هذه نضموها لها بعد ما لمينا الشظايا نتاعها هكا فما نعاودوا نسكروها هكا شو وريكم ها عاود تسكر نعاودوا نحلوها جرحت روحي جرحت شعوري ياه وترجع عمرها ستة زيارة ولد جرحت شعوري إنني أنزف وأنزف بغزارة سارة أنا أنزف بغزارة مثل المطر